ما يخص الـ Second Order Ordinary Differential Equation، يعني المعادلات التفاضلية الإعدادية من الدرجة الثانية. هاي الصيغة يعني مرت علينا بالبداية، وشبيهة إلها. إذا كان الآن اثنين، نرجع إلى هاي البداية. هنا إذا كانت الآن اثنين، فراح تخرج هاي الصيغة. انتبه على هاي الصيغة، الـ A والـ B والـ C لازم تكون ثوابت، constant coefficient يسموها. لما تكون متغيرات الحل شوي يختلف. هنشوفها بالسيريز، انه اذا كان ذني متغيرات شنو الاجراء اللي نسوي. فاحنا هسه بالبداية ناخذها ثوابت، ناخذ الـ A والـ B والـ C كثوابت. يعني نقول ثابت يعني أرقام ما تتغير، واضح؟ فقبل ما تبدي بحل أي معادلة تفاضلية، أول مرة تشوف هي first order أو second order. first order الطرق الأربعة إضافة للطريقة الخامسة، طريقة substitution. second order لازم تفرز الـ A والـ B والـ C، هل هي ثوابت أو متغيرات؟ إذا ثوابت لها حل، وإذا متغيرات لها حل آخر، طرق أخرى. فهاي نقطة البداية قبل ما تبدي يعني تبدي بالحل أو تبدي بالطريق، تعرف أنه يا هي الطريقة الصحيحة. فهنا إذا كانت ثوابت لها ثلاث حالات، هاي الثلاث حالات تعتمد على الجذور، جذور الـ M أو الـ R أو حتى اللمدة اللي راح ناخذها بعدين. فهنا الجذور من معادلات المميز، إذا كان هذا تحت الجذر أكبر من صفر، معناته الجذور مختلفة وحقيقية بدون كومبلكس. بدون اي، بدون الايماجينري بارت. فالحل شلون يكون؟ ثابت الاول في الاكسبوننشال للجذر الاول، لازم تخليه هنا تي او اكس حسب السؤال، زائد الثابت الثاني الاكسبوننشال للجذر الثاني تخلي اكس او تي. فهنا بدلات الاكسبوننشال اذا كانت مختلفات، أما إذا كانت مختلفة real يعني ما بيها i بس repeated يعني نفسها، الأم متشابه نفسها. الإجراء راح يكون c1 ال exponential للجذر الأول، زائد c2 ال exponential للجذر الثاني، بس تخلي هنا t، تخلي هنا x على مود يختلف، واضح؟ ما إذا كانت complex يعني نقصد بها أكو imaginary part إضافة إلى الريل، هذا الريل وهذا يعتمد على قيم الأم، راح تكون بها جانب الريل هذا مثله والجانب الاكسبوننشال هذا مثله. يعني هو مثل ما تعلمنا أنه هذا أصلا هو الألفا بلس اي بيتا بلس ماينس اي بيتا. فمن تفصله راح يتحول الى اكسبوننشال الالفا واكسبوننشال المن بلس ماينس اي بيتا. فهذا الاي بيتا كقانون بالرياضيات تحول الى كوساين بيتا تي بلس اي
ساين بيتا تي، انتبه انه هو يكون اي. الاي يعني اختصروه ويا سي 2 فصار تقريبا انه سي 1 كوساين بيتا تي. واضح؟ نعم. فمثل ما قلنا هاي الفورم يساوي هاي الفورم نفس الصيغة، بس مجرد انه كسبان سويناها. فعندنا نلاحظ شباب انه انا اختصرت لك اياه هنا، يعني بالكتاب يعطيك اياه بشكل متفرق، يضيع الطالب من يقراها يضيع، بس هنا اختصرت لك اياها. هذا كل ما يخص السكند اوردر. انتبه، اذا كانت الاي والبي والسي ثوابت، ما اذا كانت متغيرات غير شكل يصير. واضح؟ هنا يعني هاي ما بيها شيء، هذا مجرد انه لا اقول لك initial value، يعني من اريد ال particular solution. فاذا كانت الدرجة الاولى احتاجينا مثل هذا المثال، احتاجينا يعني one initial condition، يعني هي من الدرجة الاولى. اما هنا نحتاج اثنين، يعني هي من الدرجة الثانية، على تفاضلية من الدرجة الثانية، فنحتاج اثنين two initial conditions لاستخراج ال C1 وال C2. فمرة يعطيني اياها المعادلة ومشتقتها، مرة يعطيني اياها يعني ال boundary condition، ما يعطيني ال initial conditions اللي هي ويا الزمن، يعطيني ال boundary condition اللي هي ويا ال space. هاي نسميها boundary value problem، هاي نسميها initial value problem. واضح؟ هاي إذا كانت الطرف الثاني صفر، أما إذا كان الطرف الثاني إلى قيمة معينة، فهنا نحتاج ال homogeneous، واحد ال yh وال y specific، يعني homogeneous part and specific part، كل من على جهة. هنا المثال نشوف انه المعادلة second order، فبسرعة نروح على يجي على بالنا انه اكو جذور، نشوف هاي جذور مختلفة لو انعادة لو شنو complex. بعدين نشوف الطرف الثاني، الطرف الثاني انه كوساين اوميجا تي، فاني احتاج جاس، اسوي جاس، فارق الجاس على شكل سي 3 سي 4. واضح؟ السؤال الاخر، solve the initial value problem state which rule you are using and show each step of your calculation in detail. أشوف هنا أنا second order linear differential equation non-homogeneous two initial conditions. فكل شيء واضح وكل شيء معطى. فأني من أستخرج الجذور راح تطلع لي الجذور repeated، من يطلع لي repeated يعني أخلي x حسب القانون، أخلي x لل C2، أما الإكسبونينشال يبقى نفسه. ما يخص إن الهوميجينيوس بارت، أروح على الجدول هذا، إذا ثابت بس ثابت واحد فخلي له أي، أما إذا ثابت ومتغير وبلس ثابت آخر سميه أي إكس بلس بي. إذا كانت بولينوميال يعني إكس تربيع، حتى لو ما أكو إكس هنا أخلي بالفرضية إكس. إذا كانت من دوالي الترجنومتريك functions sine cosine cotine secant cotine إلى آخره، نخلي له a cosine b sine. انتبه هنا أن 4x إجتي اعتمادا على الأصلية، الكوساين نفس الحالة يشبه الساين، أما السنش والكوش من الاكسبوننشال، اكسبوننشال x
بلس ماينس اكسبوننشال ماينس اكس اوفر تي، يعني اسوي بها مانيبوليشن في التلاعب ارجعها لهذني للاصل. اذا اكسبوننشال زاويه فانطي القاس الزاويه نفسها والاكسبوننشال. اذا يعني اجتنا ميكست، هم هذا النوع هم هذا التايب وهم التايب الثاني، ميكست بين تو تايبس، فنفس الحاله طيل هذا والاكسبوننشال خليه بالاخير. يعني هنا من الدرجه الاولى اكس فانطي اي اكس بلس بي، اما هنا الاكس تربيع من درجه ثانيه فانطي البولينوميال كلها والاكسبوننشال خليه بالاخير. اما هنا اذا اكسبوننشال عندنا ميكست بدوين اكسبوننشال وعندنا ساين اللي يمكن شفناه هنا، فراح نعطي الاي والكوساين، الاي كوساين بلس بي ساين، هذا منتهي من عندنا للساين، والفور اكس يعني الزاويه منتهي من عندها، بس يبقى الاكسبوننشال في الاكس اضربها لكل حد. ما اذا جت هالشكل ميكست بدوين بولينوميال وساين، الكوساين 4x ساين 4x منتهي من عندنا، اما الاكس 5x تربيع انطيه حسب اللي اخذناه هنا، ax تربيع بلس bx بلس c، واضح؟ بدنا نشوف يعني هذني الاصليات وهذني الميكست اللي مختلطه. نفس الحالة هنا كوساين 4x أبقيها ال 4x كما هي، بس ما يخص ال x exponential 3x أحولها إلى ال x ax plus b ال exponential نفسها، وال cx plus e exponential. الحالة الأخيرة أنه إذا كانت جمع مو ضرب الفصل هنا، فالساين انت منتهي من عدة كوساين 4x وساين 4x، وال يعني هم اسويها جمع، وال 5x بلس 7 يصير ax بلس. فاني قارنت هذا ميكس بين التريج فانكشنز اند اكسبوننشال، فصار كانه هذا ال a كوساين 4x بلس ساين يبقى كما هي بس الاكسبوننشال. فهنا انتبه انه 2x مو 4x، لان يعتمد على الزاوية الاصلية، ما زال الزاوية الاصلية 2x، فالفرضية نفسها تبع لهاي النقطة نفسها تكون 2x، كذلك الحال للاكسبوننشال. فهاي هي ال ys، ال y first derivative، ys first derivative اشتقها مرة اولى، اشتقها مرة ثانية، ليش دا اشتقها؟ لان اريد اعوضها بالاصلية، احتاج مشتقة ثانية ومشتقة أولى، احتاج الواي نفسها. بس هنا بعض الطلاب يقول أنت يعني بسرعة استخرجت الـ A واستخرجت الـ B، يعني هاي شغلات بلا يعني شغلات بيسك، إنه مجرد تعوض المعادلات ومشتقاتها، تعوضها هنا وتسويها بشكل آني، كل واحد يشبه المقابلة، استخرجت قيمة A وقيمة B. بعدين تكتب هذا القانون اللي هو Y homogeneous YH plus Y specific YS. ال YH احنا استخرجناها هاي، وال Y specific من هذني الاختصارات يعني بعد ايجاد ال A وال B، نعوض هنا ويطلع لنا general solution بدلالة C1 و C2، بعدين نعوض الـ Particular الـ Initial Conditions يطلع لنا الـ Particular Solution. مرة ثانية هذني الإعازات الخاصة بالماتلاب نتركها يعني لهاي الفترة إلى حد إنه ما نطبق على الحاسبة، بس تبقى هي متلازمة لأي موضوع، من يعني أي موضوع بها كودات خاصة بها. هسه هاي السمري الملخص، يعني عندنا معادلات من درجة أولى ومعادلات من درجة ثانية. من الدرجة الأولى 4 بلس 1، ومن الدرجة الثانية 3 أنواع، واضح؟ كل هذا ما يخص هذا الفصل، بس بالحل راح نشوف أنه
شنو الدايركشن، شنو الاتجاه راح يصير لكل حد كل واحد. من اقول لاب وورك يعني يخص المات لاب، فهنا الانيشال فاليو بروبلم هذني المعادلتين، وهذا الجنرال سولوشن هاي المعادله، وهاي المعادلات اناليتيكالي راح نحلها ونشوف شنو اللي تعلمناه شلون نترجمه الى الحل.